الشاي يا حاج. اللهم صل على كامل النور. عليه الصلاه والسلام. الله الله على المعاكسات بتاعت زمن الفن الجميل، تعاكس وتاخد حسنات في نفس الوقت. بس يلا حاضر. ايه هو كل ده؟ كل ده طابور؟ انا ما بعرفش استنى حد كده. طابور ايه؟ انت ايه امكانياتك كانت داخله لي بالرمح ده؟ خلاص كده بقيتي موهبه؟ لو عايزه تتعلمي اتعلمي من الحاجه. انت عندك مواهب زي الحاجه؟ ليه يعني؟ فيها ايه دي بقى ان شاء الله زياده عننا؟ الحاجه دي ولا مؤاخذه تقدر تنظف اي حاجه بمجرد النظر اليها. وريها. شفت بقى المواهب اللي توفر حق الحلاق؟ متشكريني حاجة، اتفضلي انت. شكرا يا حاج. انت بقى بتعرفي تهببي ايه اصلا؟ ها عرفك بنفسي، انا كندا او السوبر وومن. يعني ايه يعني؟ يعني اول ست هيرو في مصر تحقق العدالة وبعبد على الاشرار. طب ما اي امين شرطة يعرف يعبد على الاشرار. وبعرف اطير. طب ما اي عصفوره بتعرف تطير. وبقرا الافكار. تقري الافكار؟ طب لو جدع بقى اعرفي لي الواد ده بيفكر في ايه دلوقتي. الواد ده عايز يقتلك يبقى هو المدير. والله العظيم عايز ابقى مدير يا حاج. بحسب. ممكن اقول لك انت كمان بتفكر في ايه؟ طب لو عرفت انا بفكر في ايه هصفارك. عيب على سنك يا حاج. برافو عليك، انا بفكر في كده فعلا، بس برضه مش هصفرك. يلا اطلعي بره. احسن. اللي بعده. يا جدعان كل شويه هيبدأ نقول السوق السوق. ايه ده؟ ذا ماسك، انا بحبك قوي. الدور عليك على فكره. يلا اتفضل تعالى. ايه ده؟ ايه الراجل القطه اللي داخل علينا ده؟ ايه ده يا حاج؟ هو عايز ينف ولا ايه؟ لا ده شكله مخاوي عرسال. محسوبك عبده مصاصة. اتفضل ده الكارت بتاعي. اهلا وسهلا. يعني حضرتك شغال ايه يعني؟ انا زي ما انت شايف كده مصاص دماغ. انا خايف. بس دي شغلانه مش ثابته يعني وملهاش معاش. لا مين قال لك كده؟ انت فاكرنا قليلين؟ احنا مصاصين الدماغ كتير قوي شغالين في مصالح حكوميه، بنمص دم الغلابه وبالليل بنرجع مصاصين دماغ بحق وحقيقي. ورحمه الله وبركاته. هتسفرني بره ولا ايه؟ هو انت منين اصلا؟ انا من الدرب الاحمر. يعني مش من مصر يا بالظبط. ايوه يا ابني، بس بره احسن لك بكتير قوي من هنا. يعني انت تسافر بره محتاجين كتير قوي مصاصين دماغ. ايه ده صحيح؟ انتوا مش هتقدموا لي حاجه اشربها ولا ايه؟ انا هنا بقالي كتير. ايوه يعني نجيب لك كوبايه دم باللبن يعني ولا نعمل ايه؟ مش فاهم. شايف الواد ده؟ انا رايي يعني تمص الدم للواد ده لان هو ده اللي جاي. بص بيبص لي ازاي؟ بص بيبص لي ازاي يا حاج؟ الدم هيبق من وشه. يا بس مش هيكفي. تعالى الحقنا حاج، الحقنا حاج. وهو موجود. تعالى ما تخافش. دمه طعمه حلو. ايوه دمه خفيف صح؟ ايوه بالظبط. هجيب لك اربعه منه وما تخلصش. يلا الف هنا وشيله. بس انا ليا طلب عندك. عندي واحد صاحبي زومبي عاوز يسافر معايا. يعني من افريقيا؟ من زومبي يعني؟ زومبي ايوه بالظبط، من افريقيا اللي هم الزومبي الموتى الاحياء. لا لا هسفرك انت ولا هسفره هو؟ ممكن تتكل على الله بقى عشان احنا بنتشائم. خلاص عندك حق،
الحي ابقى من الزومبي. يلا بينا نمشي، بس انا مش همشي وايدي فاضيه، مش همشي من هنا الا لما اسافر ورقي كله يتملي. الحاج ولا لا؟ مش هتنفع حضرتك. فاهمين؟ اطلع بره. اتصرف. الله اكبر. اتصرف. اعوذ بالله. مش عايز. اعوذ بالله. اطلع بره. الله اكبر. الله اكبر. ده الحاج ايه ده؟ انا ما صدقت انه يعمل كده معاك. احلى حاجه انه ساب لي المصاصه دي. يا ماما الحقونا. مساء الخير. اهلا وسهلا. ده ايه النور اللي طالع من دماغك ده؟ ربنا يخليك. مر يا فندم. محسوبك شريف. الشغل ايه يا شريف؟ محسوبك حرامي. في حد حرامي يقول على نفسه حرامي كده؟ ما هي دي الفكره الجديده، عشان ما حدش صدق خالص ان انا حرامي. يا ابن اللعيبه. طب بقول لك ايه يا وحش؟ ما بتفكرش تضم صبيان للفرقه بتاعتك؟ مين ده؟ سيبك منه، ده الصبي بتاعي. قول لي بقى، سرقت ايه قبل كده؟ محسوبك سرقت قلوب العذاره. يعني ايه سرقت قلوب العذاره دي؟ يعني تاجر اعضاء بشريه وحيوانيه. تعال قرب كده، الدماغ دي تلزمني. ايوه بس متكلمين عليها والله. يا خساره، مفيش حاجه فاضيه عندك؟ هشوف لك اي اعضاء فاضيه وابعتها لك. يا ريت والنبي. انا دلوقتي عايز اسافر، عايز اتوب هناك. تسافر بره فين؟ اي دوله. انت عايز تطلع بره وتفضحنا والناس تقول علينا ان عندنا حد حرامي مسفرينه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ اتجننت؟ مين ده؟ قلت لك الراجل بتاعي. بقول لك يا حاج. نعم. انا دلوقتي بتجه للقتل. تجه للقتل؟ يا حاج. انت بتهددني ولا ايه؟ بهددك يا حاج. خلاص طالما بتهددني انا اللي اطلع بره واسيبها لك بقى ولا ايه؟ انت عارف انا اتجهت للقتل ليه؟ ليه؟ كل اصحاب مكاتب السفريات نصابين ونصبوا عليا. وانا جاي لك دلوقتي عشان هسافر. هسافر بعد اذنك كده. يقول لك ما اعرفكش. لا بعد اذنك انت. بعد اذنك يا حاج، انت كل مره بتطرد الناس وانا واقف كده زي الخازوق. ممكن اطرد مره حد؟ يلا حبيبي بره. يلا هطرد. يلا معلش يا حبيبي. اطلع اتفضل. لا معلش عشان معلش. يلا حبيبي. يلا يا ناصر. عارف حرام هتسافر. جاي يسرق مني المصاصه. اهلا. ايه الطيبه بتبان برضه في الوش. والله الطيبه بتبان في الوش. نور وبركه. ايه العلاوه دي؟ انا اللي بركه ولا انت اللي لسه في الطاير ولا ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ عسل والله عسل. ده من زمان خلصت من زمان. اهلا بيك يا فندم. الله يخليك. والله بص انا اتخنقت وعايز اهج، عايز اهاجر اسافر بره البلد دي خالص. تسافر ليه؟ انت مش بتسفر الناس؟ بسفر الناس. بص انا زمان اشتغلت شغلانتين الاثنين ما كانوش معايا بصراحه، فقلت خلاص بقى اكبر دماغي وامشي. ايه اشتغلت ايه؟ اشتغلت الاول مدروجيست. مدروجيست؟ اللي بيقولوا لوكا؟ انت بقول بقى والناس ما كانتش بتضحك يا اخي. يبقى اكيد فيهم حد من نفسي. طب ما تقول لي كده نكته منهم. النكته من اللي انا كنت بقولها؟ طب ليه يا عم انت تقطع علاقتك بيه؟ لسه احنا لسه عارفين بعض، هتزعل. معلش ما انا برضو يعني هعديها لو مش حدش كان بيضحك. بقول يا سيدي نسمعها وخلاص. هتستحمل؟ هحاول. هتقول بقى ان انا اسمه ايه كوميدي وتقعد تقلش؟ لا 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 الراجل ده عايز يسمع. اقول لك مره واحد ترزي ترزي ماشي في حته مقطوعه راح مخيطها. يخرب عالم ده انت خيالك فظيع. ماشي في حته مقطوعه راح مخيطها. عجبتك؟ عجبتني. اللي عجبني ان الحته زي البنطلون يعني. ايوه انا كنت بتكلم على كده. هم ما كانوش بيفهموا دي بقى. لا انا فهمتها. ده انت خطير. قول لي نكته ثانيه. انت اكيد من زمان. قول لي نكته ثانيه عشان خاطري. ترزي واحد تاني. ترزي تاني غير الاولاني ده. اشتغل سواق. بقى ينزل ركاب ويركب زراير. لا خيال مريض. ينزل ركاب وراكب زراير يعني هو نفس حته البنطلون. انت خطير خطير. طب بتعرف تعمل ايه تاني؟ ده انت في النكت فظيع. اكيد في التقليد افظع بقى. هو برضه مش عارف، ممكن معاك بقى الموضوع يختلف. هم كانوا بيتضايقوا مش عارف ليه. لا لا قول لي بس يعني كنت بقلد كتير انا يعني للمب. الليمبي؟ كلمني كده على ان انا الليمبي عادي. ازيك يا الليمبي؟ الحمد لله. اخبارك انت ايه؟
اللمبي ده بيعملها حساب اللمبي نفسه. ربنا يكرمك العبط عندكم بزياده الهبل. بص انت بتضيع شقق فانت تعيش شقه لان عمي كان خد عقد الشقه منه غصب واقتدار وانت فاهم ان هو ما حصلش نصيب ما بيننا يعني. هو كان بيقول كده في الفيلم بالظبط ويخرمك وانت عرفت كان بيقول كده ازاي؟ يا ابو هو نفس اللمبي. لا وكتير بقى وجوحه لما كان بيقابله والناس اللي كانت مسمع شبح يعمل حاجه كل سنه وانت طيب. يخرب حالك يا عم العيد يخرب حالك. شوف اللمبي والبوحه مع بعض. انت حزنتني اكتر، كانت الناس دي من زمان كنت بقيت نجم دلوقتي. اشتغلت بقى في المقاولات بقى 4 شهور كده بدرب الدنيا شويه. مقاولات بقى بص بقالي 3 عمارات مش عايز اقول لك. حلو. 3 عمارات بسم الله ما شاء الله بس كله على ورق. بعت كل الشقق وبصراحه ماليش مزاج ان انا ابني، طوب ورمل وزلط وقرف وغبار، فقلت هج بالقرشين نصبايا يعني. يعني انت بعت كله على الورق؟ كله على الورق. طب ما فيش شقه فاضيه من على الورق دول؟ على الورق؟ اه. بقول لك على الورق. ايوه انا بحب اشتغل على الورق كل يا عم. وانا عايز عليك انت هتقعد تتكلم يا عم انت في ايه؟ انا قلت لك في الاول وشك فيه بركه كده. ايوه بص شقة. لا انت موضوع تاني. لا انا قلت لك على دي معانا ما تقلقش. بص انا هديله هو الامامي وانت خد الخلفي. تمام. انت عيالك قد ايه؟ انا عيالي كتير ما اعرفش قد ايه. مش عارف عيالك؟ لا هعد ليه انا. طب يعني 180 متر تبقى حقره؟ حقره الفاظ كلها كوميديه. ايه يا عم انت هو بقول لك حقره يعني مزيقه ضيقه عليك. مزيقه خطير خطير. انت ابن نكته يعني جامد قوي. ربنا يخليك. هنتكلم على الام هزعل. ايه ابن نكته دي؟ لا 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 قصدي ابو نكته يعني معلش. ولا ابويا برضه ولا برضه. يبقى انت نكته. انت عسل والله. لا لا بص الشقه دي خلاص اعتبرها بتاعتك خلاص. ربنا يخليك. بس انا في الحالات دي باخد عربون 100,000 جنيه. ما تستكترهمش. الحاجه عندي بقول لك على الورق برحق شقق ليك انت عشان في بينا سفريات ومصلحه يعني نقول مثلا يا عم 10,000 جنيه. ايوه كده ربنا يخليك الله يكرمك. امسك ال 20 جنيه دي والباقي ابعته لك على الواتساب. بص انت لو حد تاني انا كنت هزقته بس انا لسه عارفك اهو فمش مشكله. اعتبر دول استماره يا عم. استماره حجزنا بيهم. انا اصل كل حاجه عندي بما يرضي الله. طيب عايز تسافر فين بقى؟ لا ما خلاص بقى كبر سفر ايه ما قضيت خلاص اتعشت اهي حبيبي يا حاج. شوف التواضع الراجل خد ال 20 جنيه ورضي يعني ما فيش انت عارف ماشي في حته مقطوعه رقم خيار اشتغل سواق نزل وركب زراعه واحد احول ابوه مات دفن امه بس كفايه يا ربنا ما يحرمكم ولا ربنا ما يحرمكم. خطير خطير موت يخرب عقلك. بقول لك هو كان بيقول ايه؟ الراجل ده ملوش حل. ضحكنا جدا النهارده جدا بص هو نصب علينا في 20 جنيه بس يعني ضحكنا بيهم. لا اليوم النهارده كان مليان ناس يا حاج والله. ايوه اللي اقول يا حاج انا بقالي 3 سنين شغال معاك وما اعرفش اسمك الحاج ايه. انا الحاج مينا. ايه الحاج ايه؟ مينا. الحاج مينا؟ انت عايز ترضي الطرفين يعني ولا ايه؟ يا دي افهم يا لو في حد اسمه الحاج مينا. انا اسمي الحاج اصلا اسمي الاساسي الحاج. انا ما حجتش قبل كده. الحكايه هو انتوا كل مره تيجوا ناقصين واحد ولا اتنين ولا تلاته انتوا نزل عليكم التخفيض؟ فين بقيه الحج؟ انت مش شايف شغلك يا وزير كويس؟ مولاتي الولد مضام بيلعب ميسر في المملكه المجاوره اللي جنبنا. ما انت علمته يا اخويا. احنا كل ما هنقعد بقى هنفتن على بعض. انا شايف ان احنا كده اروق كتير يا مولاتي ويا رب اللي في بالي بقى يحصلهم. يلا احسن. يا رب انت اللي تحصلهم واحترم نفسك. لا تحترم نفسك وانت بتتكلم. انت تحترم نفسك. انا الوزير. لسه الجو مش متحمل. مش في مالي قاعده قدامكم. طب احترموني انا بلد شيء. خلاص بدون نقاش الخادم لازم يرجع. ده لا يمكن ابدا يكون سليل عائلتي. انا هطلع في الهوا. انا خلاص خيصت بعد اذنك يا مولاتي. اخ منك لله يا بعيد. بتلعب بأحلام الولاية. الولاية كمان مش الشباب يعني كمان هتخليهم يعدوا الفلانكات والواحدة من دول تروح تبيع حتة صيغة ولا تستلف ولا تعمل جمعية وانت تنصب عليها. هو انت ليه مش عامل حساب ربنا؟ مش عامل حساب بكرة؟ داين داين على قد ما تقدر كما تدين تدان. سامعين ولا مفيصين؟